الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أنجا دواي أويك بحثي قصاصي بوكردينو او اختا تشويقي كردين بو عفو لقصاص ويلا كشتن خومان ببويرين تماشاكا للايك وقانونك ياساكي داناوا اگر كسي كسي كي كشبي كجنوا للايك تروا كسوكاري كجراوكي تشويق كردوا هاني داون بو عفو كردن وسوزي جلب كردون ضلي نرم كردون سرنجي راكي شاون ولاي ضل نرمي كضل نرمي بنوينن برامبر ببكوجاكا وبي بخشنو لدوايا ديا بسينن عمج للراستاي ريا قرتنا لخوين رشتن باشا لهل زرر لهل كويا كابري بقري باشا كخوين رشتنيش لهمو زيانو زرر قرانتنا جا آلي راه سرنج من راكي شي بولاي حكمة لتشريع قصاص، يعني شبر جواندية رشاو كراوة كخواي قورة أمبرا وردو يكسان بوني لطولة كردنا ودادانا ولطولة كشتنا أما برا وردو يكسان سازية قصاص خوي يعني طولة كردنا وبا يكساني وبيع وكا مثلا لطولة كردنا وكدا دز دريجي تيابي زياد لو أن زيك لسرتاو بلين بكوجكا دز دريجي كردوا ديار اللي راء إشارة بحكمتكي أكاكا شي حكمة برجوانديك تيايا أفرمي ولكم في القصاص حياة بو إيوه هيا لقصاصة يعني لم طول سندنويا لم طول سندنوي بشي ويكساني دا هيا بو إيوا حياتنا أو تنوين بو تعظيمة يعني حياة عظيمة أكريبو تكثير يعني حياة كثيرة جيانيكي إجقار قورو داري أرزش هيا بو إيوا لم قصاصة يعني لدارشتني أمياسا وات أمياسا قصاصة جاء لي أم ولكم في القصاص حياتنا كلام في غاية الفصاحة والبلاغة يعني أما وتاريك لدواترين خالي روان بيجو زمان باراوي داية يعني إتر أما لتواناي بشر دانية بلكو زور لتواناي بشري برزو بالاترة أو يكالي للروايات كلاوة لچروان غيكوا لچروان غيكوا لغاية فصاحة بلاغتها من حيث جعل الشيء محل ضده وعرف القصاص ونكر الحياة وش تكتر لو روانقو لدواترين خالي روان بيجيو زمان باراويا كوا أم خلاي قولا هاتوا شتي كردوا تشويني دجاكي شتي كردوا بشويني دجاكي جنره آخر قصاص يعني طول سندنوا يعني مراندن يعني كشتن شاكا دي كشتن يعني مرك ومرقي تياه كواتا ولكم في القصاص يعني لمرقى حياة هيا دي حياة زدي اوا الآن هاتا چي كردا هاتوا الشيء كوكو قصاص بي وقمرق بي شاكا كردويا بظرف بدفر بوزدكي كبريتيا لحياتك حالبي كأمد يارا ولا عيني حاليشا مثلا تواقع تصورك إلا ناغنجي لتصوري توداك معمولا مرق ببي بكيسة بوجيان مرق كيسة ببوجيان وكوشون كيسة بوليتي أخري يسام مرق كيسة يقهل دوري لمرق كيسة يقهل دوري بريكي لجيان هما زور مهمة بلان أم هاتوا وايليا كردوها شن أم مرقا مرق يكي يكسان سازية يا سايكي قليا قرنقا باشا أما كدار رشتوا درست إيمالي راقيا نسينين
بلام ام گیانه که ایم ایسینین زور گیانی تری پی اپاریزری یعنی تو گیانه کسینی بلام هزاران گیانی پی اپاریزی آلی و اویه چون که هر وکو وطراوه اگر ایسکانه ام یا سایه لآینی پیروزی اسلام دار رجاوه اگر کسی بکجه ای کجن و لجیاتی اینجا ام انسان که رقی هلسیو لبران برا کسی که لبران بریایتی زور به آسانی بوی اکجلی حالی بی آلو کاتا لترسی اوه که دوائی اگر بی کجه او اقدام ناکه او کار نابجه ناکه او لاینی بران برا ناکجه بو نای کجه چون اترسی اگر او بکجه ای کجنو لدوائیه ازانی امر رو یک رو داوه لم رو دا یک رو داوه دا دو دانه گیان من پارست حالی بی؟ یعنی ایمه چی من کرد؟ دو دانه گیان من کرد ناو کیسه مرگه و لکیسه مرگه پارست منن لکیسه مرگه یعنی چی؟ یعنی بریار یک من داوه بو مرگ لو بریاره دا ایمه او جیانه من پارستو آوه متوجبین؟ اما یک رو یک واقعه یک جریانه کاتو تبرو دی آیا لروجه که لوانه بلین لدنیا را هزاران روده تو بلی هزار روده و رو اده لهزار روده و هزار دانه دو نفری هزار دانه دو کسی لکشتن دمردن اپاریزی متوجبین؟ تازه اگر ام یاسا دانه رجعه لوانه لانی کمکه یعنی لوانه اگر بکجه هل کتیتا سر یکی بی کجه لوانه کسو کارکی هل بکتونو سر او با کشتنی او واز نهینن بلکو چند کسی که تریش لو بنماله بکجن امر امانی برونو چند کسی که تریش لبنماله اوی تر بکجن که اما بلام او قصاص او یاسای کدام از راوه هر لسر تاوه که کابره لترس یاسا که ناویره دست بوشینه ام همو خوینه بر بس کراوه و ام همو گیانه پاریز راوه حالی بون؟ جا اوی علی هاتوا ولكم في القصاص حياة هاتوا شكر أخوي جورا وعرف القصاص بألهنايتي ونكر الحياة برام حياتي بنكيره هنا بولي يدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما بوأوين ران ما إيمان كالسر وكآلم جنساني أليسر القصاص ألكب وجنسة يعني لم جنس حكمها وتلم لم جنس بريارلا شاكا نوعيك يعني نوعيك تشنيك نوعيك قورها أو عظيما صفتي نوعك نوعيك قورها حياة هي كيعني حياتك وتا حياة عظيمة أخلاقا إما حياة دابشكين واختي وهي جيان أرزشينية أو حياة حقيرتنا جاري وهي جيان أرزشية حياة عظيمة حالبي ام قريك يتبقى النوع عظيمة كيك يعني لو جنسا لو جنسا حكم دا كبرياري طولستندني يعني كشتن بطوليا كشتني بكش بطوليا بشي ويكساني شاكا لو جنسا حكم دا نوعك اجقار قورة لحياة هيا بو وذلك اوي لبروي لأن العلم به يردع القاتل عن القتل شنك زانيني ام بريارة ام حكمة هيك ابو حكمة كاتشيتو زانيني ام حكمة للايان خلقو يردع القاتل بكج برج اداتو يعني قاتلي بالقوة ها هشتا قتلك اينا كرده اخر اوك هو هشتا قتلك اينا كرده شنك اللباتنيا هيا قتلك بكا بي اكريه بكج بلان بكجي بالفعل يعني شنحا قدر نبروه قاتلي بالقوة شاكا اها اويك يا قاتل اجرين قاتلي بالقوه بكجي احتمالي اجريت ولا قتل فيكون سبب حياه نفسين فاز او حكمه ما يعني مثلا علم بو حكمه كواكب اويزاني وكقاتلك قرياس ولا قتلك ابيته شي ابيته هو كارو بونا بوجياني دو نفس یکی کان و یک قرار بو بکوچره، یکی کان بکوچکه که با قصاص امان کشته لدوعیه. حاضرین؟ آویک ولی آنهم کانو یقتلون غیر القاتلی
والجماعة بالواحد وبازم خويك روشتك ناشريني دوراني نفامي او بوك اوان وقتی بکوچه کسی که کشت بکوچه گیر نه کشتو غیری بکوچه کسی که تر غیری او یعنی کشتو جگه لو کسی تر یعنی کشتو مثلا وافرس که اولی که کشتارکی کرده بو انسانی که به اهمیت بو زور ارزشی نبو بلا امانه چون لو خیاله خیالی او بکوچه کامیانه قشه نویان بو او یعنی کشت حالا بی او وقت جاری واش بو این کشت ولی جماعت بالواحد يعني كومال كان خلكان كومال كوج اكر لجاتي كاسي او ان كاسي كان ليا كوج رابو اشن لجاتي او كاسا كومال خلك كان كوش حارب دي ام جارا اسا بالي اسا كاني ام ياسا كدا مزراوا الو هم كوشتنانا خلك رزقال كردوا جا او جارك او برفابو فتثور الفتنه بينهم حارب يعني برفا ابو اجاول بين يعني هذه فتنة فتنة لها معنى أعجاوي لأجيره جاء فإذا اقتص من القاتل بلا موختيك أجر طول بكريتو بشيوي يكساني لبكجك سليم الباقون أواني كما ونوا قشتيان بسالمي در أشي دانيك من كردوا بقزا وقيري أواني تر أها دار هلا باتشين چند قوب وبيلي أكينو لبر أوا خو هزي دارك لوياك او خوشو خالي لدور كريت حالي بن بني ميا وكيلن او همو قجو جاوشته هلا كنن فريدن خوشي هلا باشن لقدواني اهيال نوا لبرشي او عني ترى اكن بقزا وجري او كبمين يتولد وهي برهم بدا ليريشا داني كن بقزا وجري او انتر ويصير ذلك سببا لحياتهم وديار او شیو تولا کردن و آبیت هو کاریک بوجیانی آوان جا و عل الاولی فیه اضمار یعنی مثلا اما بلین لسر آوکا آو بین ولکم فی القصاص حیاتون آویه ناوتی و عرف القصاص و نکر الحیات لیدل على ان في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحیات عظیما علی اگر ابو شیو بویبچین یعنی علتی تعریف قصاصك او تنکیر حياتك بکین اوک او بگین لجنس حکمك را نوعك عظیم لحیات هيا او دیار الماری تی اکبی حالبین المارکه بله بوچی چون کوتی لی ان العلم يردع القاتل لو وایود جاء أو جارة أو اختل ولكم في القصاص حياتون مبني أبي لسر إغمار تقديرك أو ولكم في شرع القصاص بشا في تشريع القصاص حياتون في الباس حكم غير قردوا حياتون يعني للقاتل والمقتول أو أما وعلى الثاني لسر دو مكش شنك بو دو مكش أخدو بلغي هنا ولا سر أو كبوش واي فرموه كانوا يقتلون غير القاتل علي علي على أي أيوة على ذلك بيقول ولي أنهم كانوا تأخر يعني أقل حلة كي أوابين بعض يقولون لبر أويا يا أيها الذين آمنوا يا زبا بعض وعلى ثاني تخصيص لدو مكان مثلا تخصيص إتيايا نالي ولكم في القصاص حياة حالبين أمر ديار اللي ردا تخصيص إتيايا يعني لقصاص حياة هيا بكاملي بوغشتان إلا بقاتلك النبي في الخاطر قد بيبو كجري توا او كجري جاء بلمك بعض او جاء تخصيص بيبو او حياتيك مسببة لسر قتل قاتلك قصاصا بحياة غير القاتل يعني اما قاتلك من كشتوا حياتك بو اواني ترمسوغرة شنك لان سلامة القتلى متفرعة على قتل العلم ابي قاتلك بو كجري جاوان بي كواتل يردى قصا هناك تخصيصك أويك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب شاك لقصاص حياة هيا لغير القاتل أو تاني يعني حياة هيا بوها موكس وقاتل نبي قاتلك كجري قولنا كجري أو أنت صلام النابل والله أما أول وقيل المراد بها الحياة الأخروية
يعني بقفتي أم قيل أو وتراوا كم بست بأو حياتك علي ولكم في القصاص حياتون باشا جياني باشا روج ما بستا شن فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة شن كبكش وقت يتولي لي كريتو لدنيا لا إيتر بو قتلي ككردويتي ناقيرية لباشا روجا مؤاخذة ناكر يعني لي برسينوي باشا روجي نيا وقتي أم جارة أما تواب ولكم في القصاص يحتمل أن يكون خبرين لحياة يعني حياة مبتدا به شاكا لكم خبر لخبر كاني به لكم حياة وكو به داء أم جارة في القصاص إيش خبري مثلا وكو بله حياة في القصاص حياة آوة حالبي لكم كي نبي جاء وقت يحتمل أن يكونا ولكم في القصاص يحتمل أن يكونا خبرين لحياة وأن يكون أحدهما خبرا دانجا مثلا في القصاص خبر به والآخر صيلة له ودان كيتريان في وندي بويك وبواب وتخبر مثلا أقر إما بيجين في القصاص حياتون أو في القصاص خبر أبو حياتون جار في القصاص تعلق بحصلته قلتوا حصلت حياة حصلت في القصاص أو وقت لكم تعلق بسبب حصلت أو تعلق بسبب حصلت مقدرة وأمرا شاكا أبي بحال يعني وكم الله حصلت لكم هذه الجملة وهي أمر أوج أبي بحالتي لفاعلي أو حصلتك في القصاص تعلق به وبستوه أو بتوجبي كأبي يعني حياتك يعني حصلت حياة قصاصي أري حصلت حياة في القصاص أما شيء حاصلة لكم يا كائنة لكم ككائن ثابت بوئه أو أي كبح أري أتواني بهذه الشبكات تركيبك بلي أها نا صيلة له يعني تعلقي فيه وبسه باشا وقال يجار من ينظر في لغوبه يعني مثلا في القصاصي عايز أقول لكم أنية تعلق بسبب في القصاصي هو شنك جار مجرور زمانه كأجر تكيي كرد سر مبتدا يا سر استفهام يا سر نفي أتواني عملك إذا كيف ديني لكم بخبر في القصاص متعلق بلكم أو يا أتواني وكجاري أولا بس ما تبقى بحال كواتا أتواني الصيلة به الصيلة يعني متعلق به وقت شون مررت بزيدين بزيدينك متعلق به صيلة يعني وابستة وابستة بمررت أمج وابستة به مثلا أقر في القصاص كمان كردو بخبر لكم وابستة به في القصاص تعلق به وابستة أجر لكم من كردوا بخبر في القصاص تعلق بلكم كوا ببستي أو حالا يا حرب من الضمير المستكين فيه لو ضميرك مستتيرا لا يكيك لو يكيانا واكرد معنا بخبر وقرئ في القصص يعني بجيقه بفرمي ولكم في القصاص حياة خوانياته ولكم في القصص حياة يعني شيء في القصص أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة يعني آل ودا كجردايا وبوتان بسرتان أخوان درايا ولا حكم قتلك أما حكمك يأتي حياتك بوئي وهي يا منظور بقصصك قرآن أو في القرآن حياة للقلوب شاكا يعني ولكم في القصص حياة كمنظور بقصصك قرآن في روزبه أو كات أتواني معنى كي أوبي أقر قصص خوانين هو جاء أم ولكم في القصاص حياتنا فيش أويك قرآني في روز نازل ببي لناو عربة رستيك يان بوا لو رستك الكيان ورقرتوا كأوا حكمي بندي بيشيناني هيا كبا عربية كي في أوتري زلبو المسال يسا بله أم في القصاص حياة يعني براورد كردوا لقل موجسترين يعني بلين كردترين رستي عربي بو أو بواري هر بو أو هدفة أواني جيار لبيش إسلاما ياساك يوان بو بو كشتنا ويعني أقر كسي كشبي كشنا وأمانا بلان ديارة
خەڵکی باشی لە وەرنەگیراوە. مەسەلەن ئەوش ئەوە بووە ئەلقەتل ئەنفا لیلقەتلی، چاکە؟ یانی کوشتن نەفی کونەندەترە بۆ کوشتن، یانی لابەرترێکە بۆ کوشتن، واتە کوشتن و یعنی بڕیاری کوشتن. و ئەگەر ئێمە بڕیاری قیساس بدەین لە هەموو بڕیارێکی تر باشتر کوشتن لا ئەبا و جڵەوگیری لە کوشتن ئەکا. لە نەفسی خۆیە ڕستەکە معنایەکی زۆر لە پێشی هەیە، بەڵام ئێمە بەراوردێکی کەین لەگەڵ ئەم وەلەکم فی القەساسی حەیاتو نەدا، بزانین کامیان ئیمتیازی بەسەر ئەوی تریانە هەیە. ئەڵبەتە ئەوەی کە ئێمە لە بەرابەری ئەلقەتل و ئەنفالی القەتلیە یعنی بەراورد دەکرێت لەگەڵ ئەوە هەر فەقەت فی القیساسی حەیاتونەکەیە، یعنی وەلەکومەکەی لەگەڵ نیە. با بزانن فی القیساسی حەیاتون، لە قیساسا حەیات هەیە. مەسەلەن لێرە چەندین فەرقیان هەیە. ئەوەڵەن فی القیساسی حەیاتون لەگەڵ ئەلقەتل و ئەنفالی القەتلیە ئەگەر بەراوردیان کەی لە پیتەکانیانە، بيتي في القصاص حياة كم تريكا بيتي كم تري تجي شن كما سأل قتل أنفى للقتل القتل أو بينج حرفة أنفى شوارة أمنو للقتل أو إيش بينج بينجو نو أما شواردة بلان في القصاص يما حروف أكا أخواني تو حساويكي في كولا مكا أما دوان قصاص أو شوار شوار ودوان أو شاش حياة تن فلمكا حياة وسيان تنيش خوي دوانا اگه تنوينك عساوكي فنج اكاتا يانزا دانا تنوينكش حسابنكي كار اخوانو في القصاص حياة وينا هجن جاري والا حياة ايكن بهي برحال شوارة ابتا دا حرف فس شوار حرفي كم تلا اما اوا شاكا وهم فرخيكي تلك حياتي لقل اوا دا باغي فرخك تلك حياتي وأمانة أم نصي نارة سر مطلوبك ما بست لهردو ما بست لخصاصة لكشتنا ويقاتلا باراستني حياته كشيت ما شاك لا أو رستيوا عربو تيانا القتل وأنفع القتل باسي لحياة نكراوة ولأم عيني هدفك باس كردوا في القصاص حياتنا وكياتي أو نص لسر مطلوب كأوتيانية. سي وما يفيده تنكير حياة أو كوا تنكير حياة ابن كيري هنراوا أو تعظيمي كأي قياني شاكا أو تعظيم كوا لوابو تنكير قيان دويتي لأ القتل وأنفال القتليانية حالبي كديارة قصاص أو خلق منع كان لويك لسريب كجماعتين بواحد أكشتوا فزلم جنس حكمة دا كقصاص حياتك عظيما بو حاصل بو يا لنوعيتها مثلا قصاص نوع الى حياه هيا كا او نوعيك حاصل ابي بو مقتولك او اي كوا قصدي قتلك اكريو او اي كحاصل ابي بو قاتلك كقصدي قتلك اكا بويك لقتل جريتو باشا اما دو مورد كواد اما مسي يكي لعدد حروفها كم ترى دو نصي لسر مطلوب ناغا يكيكيش تعظيمي تيايا كتعظيم كيبا تنكيري حياة قاندوا يكيكيش أما اضطرادي هيا اتاني مضطردة شاكا يعني واقعا همش قصاص سبب حياته ولي أو مضطردني القتل وأنفالي القتلي همو قتل يعني قتل أقر لسر سبيلي قصاص به أنفالي القتل بلام زور قتل هيا قتل تربدوا يا إخويا يري بس أو مضطردني هميشه واني عربي يعني او قشتجير نيه كواتا ام قشتجيري هيا او نيتي شاكا اولي كبداو او شوار مورد باغي اما او يكيكي تنخلوه عن التكراري يعني مثلا في القصاص حياة تكراري تيانية ولا القتل للقتل انفال القتل تكراري القتل تيانية متواجبون ئەوە چەنێ ئەوە پنج مەورێت دیارە هەمیشەی ئەوەی کەوا خاڵی لە تەکرار بێ باشتر لەوەی کە مشتمل بەسەر تەکرارە، هەرچەند ئەگەر تکرار لە زۆر شوێنە مخیر بە فەساحەتیش نەبێ. ششەم ئەوەیە کە ئایەتەکە فی القیساسی حەیاتون مستەغنی لە تەقدیری مەحذوفە،
يعني جركي نية مثلا اشتكي بو مقدر كي شاكا اما وتكي او انواني او اشياء تقديري بوب كي مثلا اوا اخر انفا اسم تفضيلة وكشون مثلا يعني الله اكبر مينك اللي حذف كرياله شاكا امش اشياء القتل انفا للقتل من تركه القتل انفا للقتل من تركه او من تركه ينيه لحالك اياتك او يقلقنيه اما شنو شاش مولد ونيا ام جار مطابقه دوباره يعني صنعتي مطابقه تيايا لا هناك لا اياتك دانيه في القصاص حياه مطابقه اوياك لعبارها طباق هل تسمى العلياء فقير ملاي جميل يوالن طباق هي لا هنا لفقير غنيك حاربي ليش طباق يا شنك قصاص قتل وكشت نوايا حياة يعني قصاص معناه مردني تيايا ولي حياة يعني جيان زندقي أو طباقي تيايا كيكيك للصنايع أدبي لمحسنات لفزي لبديعة بلام هين تيايا القتل الأنفال القتلي أو تيانية شاكا بالي أما أوا أو أخت ديارة برحل أم اختصاراتي تيايا أمانة كمعمولا فكر كم اللي رده أما جبان بهج دانا كردبي حو دانا بو أبو تيكي كان الرنقة لبير ما نشوبينا بهج بن مطابقة كيكي كيانا استغناء لتقديري محزوب دوان يانا خلول تكرار أما سيان يانا اضطراد أم هيتي أو نيتي أما تشوار يانا داي أو أختا أما بلين حياتي عزيمة جياني يعني أو تعزيمي كواهينا كي جياني تنكير حياتك كي جياني يسأوا أو تعزيمك أو جاندو يا أبو جنس يا أبو نوعة كديارة أما بينجيانا ودواي أو باسي أوش ما أنكر ك معمولا بالي أم نصي لسر مطلوب هيا أو نيتي شاكا يكي كيكريش أنا ويكا معمولا أم بالي تعدادي حرفكاني كم تريكا إجازي زيادة ارتيايا لا القتل الأنفال القتلي حاضر جاء أبو الشيوة مثلا دين هاتون مثلا فصاحة بلاغة قرآنيا بيان كردوا مثلا هاتون لموزوعي كام فسيح ترين أفصح أبلغي كلامي عربيا هناوة هر لو بابتا لقرآن كأقر مطلبي وتلاوة لباري أوا لقل أوا براورد يان كردوا أو خالاني كالآية كذا باريز لاوة ولترفي بران برانيا هاتون دايناو أو أختي معلومة بيكا لقرآن بيروزا تاتش حد فصاحة بلاغة هيا ولا كلامي بشرا أو فصاحة بلاغة الرعاية نكراو كمولوي أغيم شتوفاني فصاحة برزنت سر بيا الربلعي أن رافروبر أو يا الربلعي يا أغيم زور بعض يقولون أنا وفصيح ترين آية قرآن هر وقتي أقر توفاني فصاحة هلصاع يعني قشتي بوبا فصيح وهر قشتي بوبا معجزة تو أو آية تبين آيان بزيني جاوز زور مهم أخوي أو إن الشعر مثلا هاتو توفاني فصاحات شباندو بتوفاني غينو فقط واتن بيا أرلب لعي أن رافلو بر يعني با توفاني نوحي جلسي خدايك هيك توانا درقتي أو توفاني مجد جاء أم جاء فرمي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ذوي العقول يعني خاوان عقلان الكاملة عقل هاي كاملة يعني اللب بمعنى عقلي كاملة ناداهم للتأمل بانواز يعني ليكر بوبي الكرنوا في حكمة القصاص لو ذا كبير لحكمة قصاص بكنوا من استقاء الأرواح وحفظ النفوس كحكمة كبريتيا لهيلانوي روحكان وحفظ نفسكان لعلكم تتقون بوأويك إيو خوتان بباريزن في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له يعني لو ذا خوتان باريزن كان هوشتان بقانون قصاص به لقانون قصاص استفادة نكري متواجبين والحكم به ولو ذاك حكم شفيف كان وقردن كتش من بوي إذعاني بوب كان بوي أو عن القصاص شاكا فتكف عن القتل وتاني يا كاكا لعلكم تتقون خوتان لقصاص ببويرن
جاء اگر ما بستان او بخوتان لقصاص ببويرن وقصاص نكان فتكفوا عن القتل واز لقتل دين متواجبي يعني اگر برياري او تاندا قصاص تان لناوان نبيه امر دز لقتل كيشنو شون اگر قتل بو قصاص هي اما او توابو امر ديت سر حكمه كي تلك وصيته افرمي كتي بخوري ولا دريجه والله خير ان شاء الله باش نوفق ان شاء الله اعمى تادي تاعي